وللحديث عن التظاهرات التي خرجت في بغداد والعديد من المحافظات رفضا للسياسات الحكومية الاقتصادية وعن الاتهامات للميليشيات بالمسؤولية عن تهريب الدولار إلى الخارج، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات الأستاذ محمد الخياط، كما ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي الأستاذ نوري حمدان. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ولعلي أبدأ معك أستاذ نوري. أستاذ نوري، يعني مجموعة الأزمات الدولية تقول إن العراق لا يزال يعيش على وقع الاضطرابات وعدم الاستقرار. السؤال هنا، لماذا لم تنجح الأحزاب بجلب الاستقرار السياسي والاقتصادي أيضا إلى البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ نعم، أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، خصوصا على هذا الموضوع الساخن في هذه الأيام. بداية، يعني حقيقة، يعني عندما نتحدث عن الاستقرار السياسي يجب أن نتحدث عن وجود أحزاب لديها برامج سياسية واقتصادية ولديها القدرة على إدارة البلاد. منذ 2003 لحد اليوم لم نشهد في العراق أحزاب تمتلك برامج سياسية ولا برامج اقتصادية تأهل هذه الأحزاب إلى إدارة الدولة، بل حتى يتأهلها لإدارة نفسها كأحزاب سياسية. هم لم يرتقوا إلى الآن على بمستوى أحزابهم، على مستوى أحزابهم في تسمية أو عنوان حزب سياسي. كيف ممكن أن يتمكنوا من جلب الاستقرار أو صناعة الاستقرار السياسي في البلاد؟ هم أيضا سبب حقيقي في عدم الاستقرار، لأنه في الاستقرار السياسي يعني تنافس سوف يكون لهم من كفاءات هم لا يتمكنوا من مواجهة هذه الكفاءات، بمعنى بأنه يعني إذا أراد الوضع يكون مستقرا سياسيا هنالك الكثير من الشخصيات والسياسيين سيكون لهم دور ويكون في التنافس في الانتخابات أو في الصراعات السياسية بشكلها العام، ويشكل خطر كبير على هذه الأحزاب المهيمنة على إدارة السلطة. هم ارتضوا بالمحاصصة الطائفية لأنها سلاحهم الوحيد في وجودهم واستمرار بقائهم في يعني السيطرة على مقدرات البلاد. بالتالي هي المحاصصة عامل أساسي ورئيسي في، أو ممكن القول أنه هي أس البلاء في عدم استقرار أي شيء في العراق، ليس سياسيا فقط بل حتى اقتصاديا وأمنيا وإلى ما يعني إلى ما يمكن ذكره في هذا المجال. بخلاصة القول، نحن لا يوجد في العراق أحزاب سياسية تمتلك برامج سياسية لديها أنظمة داخلية، يعني لا توجد، بالرغم من هنالك قانون أحزاب هم شرحوه على مقاساتهم ومقاسات إمكانياتهم وفق إطاراتهم الحزبية، لا يوجد أحزاب سياسية حقيقية على مستوى إدارة الدولة العراقية. نعم، إذن الأستاذ محمد الخياط، يعني ما هي الرسالة التي أراد المتظاهرون إيصالها إلى السوداني، وإلى أي مدى برأيك تتحمل حكومته مسؤولية هذا الانهيار بسعر صرف الدينار؟ تحياتنا لكم ولمشاهديكم الكرام، للأخ ضيفي العزيز. الحقيقة الرسالة واضحة بأن الشعب العراقي أو العراقيين وأبناء محافظات ديقار رافضين لهذه العملية السياسية، وأعلننا عن رفضنا حللا وسط ساحة الحبوب هنا في الناصرية. وحينما نتحدث عن الأحزاب ما نتحدث عن الأحزاب، بل هي ميليشيات وعصابات تقتل وتسرق وتعمل ما تشاء، وهذا هو الذي موجود. تسمية الأحزاب، حقيقة الأحزاب التي لديها الصفة القانونية. نحن حين خرجنا إلى ساحات التظاهر في عام 2011 ولا زلنا في ساحات التظاهر، ولحد قبل ساعات أدى من ساحة الحبوبي، ونحن نردد بصوت عالي ضد هذه المنظومة السياسية الفاسدة الذي يجي حقيقة الآن في عام 2023 عام 2020 هو نتاج التراكمات منذ عام 2003 ولحد الآن،
وليس بالغريب هذا الذي يجي وقد يأتي في يوم ما. أيضا نحن كل سنة التي تمضي التي السنة التي تأتي بعدها هي سنة حقيقة أسوأ من السنة الماضية، وهذا حقيقة ما نوهنا عنه طيلة هذه السنوات الطوال. والسبب بأن هذه الأحزاب لم تأتي لا تسمى أحزاب، لم تأتي لخدمة الشعب العراقي، جاءت لخدمة مصالحها وجاءت لخدمة الدول التي لها ولاء، سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى. دعنا ننظر، نحن أعلننا الأحزاب التي لا تعمل وفق قوانين ليست بأحزاب، الأحزاب التي لا تخضع للقانون لديها أذرع مسلحة ليست بأحزاب، وهذا ما دفعنا إلى مقاطعة الانتخابات والرأس الناصرية. وكان ضمن شروطنا بأن هذه الأحزاب لا تمتلك الشرعية حتى نحن ندخل في الانتخابات، وكان هذا في بيان واضح وعلني وصريح هنا في وسط في ساحة الحبوبي. لذلك نحن نقول ونكرر القول بأن الذي يجري هو يعني حقيقة شيء طبيعي لما يدور من هذه العملية السياسية التي جاءت عن طريق الاحتلال بالتعاون مع إيران وبعض الدول الأخرى. ننظر نحن نعول على أنفسنا كشعب بالرغم بأننا شعب أعزل لا نمتلك السلاح ونرفع السلاح، ولكن هذه الضغوط الشعبية وهذه الجماهير اليوم التي تواجدت في ساحة الحبوبي وأعلنت بصوت واضح يعني وعالي جدا بأنها ترفض حكومة السودان كما رفضت الحكومات السابقة، حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي وقبل حكومة المالكي وكل الحكومات. نحن حين خرجنا إلى ساحة التظاهر لم نجادل ولا حتى ننتظر ما تقدمه هذه الأحزاب، خرجنا لساحة التظاهر ونحن نعلم جيدا ولدينا الدراية التامة بأن هذه الأحزاب لا يمكن لها أن تقدم شيء للعراقيين طالما هي تؤمن بالسلاح ورفع السلاح بوجه أي عراقي. وخيدنا على هذا ما قدمناه من مئات الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات المغيبين لحد الآن، كما جاءت حكومة الكاظمي حينما أعلنت أنها سوف تكشف قتلة المتظاهرين. نحن لا زلنا ندفع الدماء ولا زالت الدعاوى الكيدية على المتظاهرين ولا زال المتظاهرين يعانون، المتظاهرين بالكامل، أنا أقول المتظاهر الوطني وليس المتظاهر السياسي. نعرف أن بعض المتظاهرين تابعين إلى جهات سياسية، وخير دليل على هذا هذا الصمت المطلق قبل بعض الجهات السياسية. اليوم بعض الجهات السياسية التي كانت ترفع شعارات اليوم غائبة عن ساحة الحبوبية أو ساحة التحرير، وهذا دلال هذه تخيل دلالة بأن هذه الأحزاب جميعها هي مؤتلفة ضد الشعب العراقي. ولا ماذا يعني أن تدعي وكما يدعي التيار الصدري بأنه ضد يعني ضد حكومة السوداني، واليوم لم يستطيع حتى أن يصدر بيان لكي يقوم بإيضاح موقفه من هذه الجماهير التي خرجت، الجماهير والحشود الكبيرة التي اليوم تواجدت في ساحة الحبوبي وهذه الشعارات، ولم نسمع من كل الكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية أي بيان استنكار لحد هذه الدقيقة التي يتحدث فيها معكم، لم يصدر أي بيان أو أي دعوة من قبل الجهة السياسية. وهذه دلالة واضحة بأن هذه الأحزاب هي كل الأحزاب هي شريكة، أحزاب العملية السياسية هي شريكة بقتل العراقيين وبقتل روح المواطنة. لكننا داخلنا نقول لهم بأننا أقوياء بمعنوياتنا وحبنا لوطننا ونحن مستمرون في تظاهراتنا ولا يهمنا، والدولار اليوم لا وصل 180. نعم هناك الآن نشاهد يعني المتقاعدين ونشاهد أيضا الرعاية الاجتماعية وبعض العطية على الحقيقة يعانون، لكننا عندما تواجدنا اليوم في ساحة الحبيب وهذا حدث لك بألم، عندما وجدوا اليوم يشكون لنا ظروفهم يعني حقيقة، وهذا يدفعنا أكثر للتظاهر ورفض هذه العملية السياسية التي جاءت على باطل وبني على باطل فهو باطل. دعني أتوجه بالسؤال هنا إلى الأستاذ نوري حمدان، يعني الخبراء يرجحون كما تعلم عجز الحكومة حكومة السودان عن توفير الدينار لتسديد رواتب الموظفين، مع إعلان الحكومة تثبيت نحو 500 ألف من أصحاب العقود والمحاضرين. يعني هل حكم السوداني على نفسه بالفشل والانتحار بعد هذه الخطوة التي ظن لربما أنه سيكسب ود العراقيين بها؟ نعم،
حقيقة هو يعني الإجراءات التي تتخذ الآن من الحكومة حتى لا يمكن وصفها بالإجراءات الترقيعية، هي إجراءات تخبطية في مضمونها دعاية سياسية أو إعلانات سياسية، مانشيتات سياسية، سميها ما شئت، لأغراض التهدئة ولأغراض كسب الوقت في الشارع. هذه الحكومة هي منذ اللحظات الأولى يعني وضعت كل التحديات أو كل الأسباب لفشلها، لأنه هي حكومة بالأساس حكومة إنعاش العملية السياسية، أنا هكذا أطلق عليها. العملية السياسية برمتها مرفوضة من قبل الشعب العراقي، وهي في الموت السريري، وحكومة السوداني كانت هي حكومة الإنعاش، وهم يتحدثون عنها بأنه هذه آخر حكومة إن لم تتمكن من استمرار العملية السياسية فسوف تسبب بانهيار كبير. فلذلك اتخذت هذه الإجراءات في زيادة بالتعيينات أو رفع عدد العناوين الوظيفية أو الدرجات الوظيفية، بالرغم من أنه كل الخبراء الاقتصاديين يؤكدون على أنه الدولة العراقية اليوم كمؤسسات حكومية هي ليست بحاجة إلى توظيف جديد، بل هي لديها فائض في عدد الموظفين وهنالك بطالة مقنعة، وهي تعاني أصلا من هذا الترهل الكبير في مؤسسات الدولة، لأنه زيادة العدد في الموظفين في نهاية المطاف هو لا يؤدي إلى الإنتاج النوعي، يعني الزيادة الكمية لا ينتج الإنتاج، لا ينتج الإنتاج النوعي. فبالتالي هي أسباب كثيرة. كانت وزارة المالية باستمرار وحتى اللجنة المالية في البرلمان باستمرار يصرحون على أنه الميزانية كل عام هي أكثر من 80% هي ميزانية تشغيلية رواتب موظفين، فبالتالي كيف ممكن أضيف موظفين طيب بأعداد كبيرة أستاذ، جدد بهذا المجال؟ نعم أستاذ إذا نوري تسمح لي، إذا تفضل تسمح لي في نعم، تفضل. وحتى أشوف الفارق أو الفجوة التي اليوم واضحة في سعر الدولار ما بين السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي وما بين سعر السوق أو السوق السوداء، هو أيضا ليس بعيدا عن تلاعب الحكومة في جمع العملة المحلية يعني الدينار العراقي من خلال رفع سعر هذا الدولار، ولا كيف تسمي أنه البنك المركزي يضخ دولار بهذا السعر، وتحديدا هو يبيع يعني يبيع هذا الدولار للتجار الذين يستوردون المواد الاحتياجية التي تحتاجها السوق العراقي، ويرتفع سعر الدولار، التاجر لماذا يشتري من السوق السوداء إذا البنك المركزي طيب أستاذ يبيع له نوري، ذلك؟ نعم ائتلاف النصر يقول إن سبب أزمة تدهور قيمة الدينار العراقي هو لكون العراق لا يزال تحت البند السابع. يعني هنا يطرح سؤال، أين وعود أحزاب السلطة بشأن ما سموه تحرير العراق ورفع كل القيود عنه؟ نعم شوف، هو بداية نعود إلى حديثنا بالبدء. بالبدء يعني قلنا أنه لا توجد أو لا يوجد في العراق اليوم أحزاب سياسية بمعناها الحقيقي. فائتلاف النصر نسى قبل عام، هم أعلنوا بأن العراق خرج بقرار مجلس الأمن بالإجماع من البند السابع، فبالتالي كيف اليوم هو ما زال تحت البند السابع؟ الحقيقة أنه هو بقرار الدولي، هو يفترض أنه العراق خرج من البند السابع بعد 30 عام من الحصار والمعاناة التي عاناها الشعب العراقي بسبب القرارات الدولية التي أسهمت حقيقة بكل هذا التراجع اللي موجود في العراق والمشاكل التي يعاني منها. هنا من او ما هو السبب او من هو المسبب الذي جعل العراق ما زال تحت البند السابع ولم يخرج منه؟ بقرار دولي هو خرج، ولكن في الاجراءات التنفيذيه الحكوميه المتخبطه والمتصارعه سياسيا في داخلها، وهم لا يفقهون بالسياسه بشيء لا داخليا ولا دوليا، هم من اخروا خروج العراق بشكله الرسمي من والعملي من البند السابع لينطلق اقتصاد العراق،
يكون في نعم فيما في مستوى الاقتصادات العالمية على المستوى العام. هذا هو هذا نفسه يتشابه مع، حتى إذا تسمح لي، يتشابه مع يعني تقاعس أقدر أني أسميه البنك المركزي العراقي، الذي لم يتمكن خلال عامين من إعداد العدة وتدريب التجار وتدريب المصارف الحكومية والأهلية وموظفي البنك المركزي تحديدا من استخدام نظام سويفت الذي يستخدمه العالم منذ سبعينات نعم القرن الماضي، نعم ليس جديد. إذن أتوجه أيضا بالسؤال إلى الأستاذ محمد الخياط، بالنظر إلى النتيجة التي وصل إليها العراق بعد الانتخابات الأخيرة، يعني أستاذ محمد، إلى أي حد تبينت صحة رؤية متظاهري تشرين في مقابل الأمم المتحدة التي أعطت غطاء دوليا بشكل أو بآخر للانتخابات والعملية السياسية التي أنتجت حكومة تتهم بأنها حكومة ميليشيات موالية لإيران؟ أخي العزيز، الحقيقة قبل فترة كان لنا لقاء مع ممثل الأمم المتحدة هنا في البصرة، وكان هذا اللقاء أنا تحدثت شخصيا مع ممثل الأمم المتحدة، وتحدثت معه وقلت له لا تكونوا ضد الشعب العراقي، أنتم تقفون بالضد من الشعب العراقي وتقفون بالضد من تطلعات الشعب العراقي، والدلالة على هذا بأنكم قد أعطيتم الشرعية لهذا النظام الفاسد من خلال مباركة الانتخابات. وكان هذا حديث واضح وصريح مع ممثل الأمم المتحدة في مقره في البصرة. لذلك نحن نقول إذا أردنا أن نتحدث عن هذه العملية السياسية، هي بعد 20 سنة ونحن نقول عملية سياسية، وهذا يدل بأننا لا نخضع لنظام دولة ولا وجود لنظام دولة، لا نعيش في دولة. العراق الذي يتحدث عن دولة ويتحدث عن البنك المركزي ويتحدث عن الدولار، هذا الحديث يجب أن يكون في ظل نظام دولة، في ظل يعني سياسيين همهم مصلحة البلد. لكن نرى بأن هذه الاقتصاديات الموجودة داخل مقرات الأحزاب، كل مقرات الأحزاب مشاركة بالعملية السياسية، وليس غريب هذا الذي يحدث في حقيقة. نحن كمتظاهرين سلميين يعني نرى بأن هذه الذي يجري في العراق هو نتيجة طبيعية لهذا النظام الآيل للسقوط. هكذا ننظر، لا نتأمل خير. يعني نحن يعني عندما أتحدث معكم الآن ولمشاهديكم الكرام ونقول بأننا حين خرجنا في 25 شباط 2011 كانت ولاية نور المالكي، والآن نحن مررنا بعدة حكومات وتغيرت الحكومات ولم نتغير ولم نغير أي شيء من موقفنا. دلع هذا بأن موقفنا الثابت بأننا ننظر لهذه الأحزاب لا هم لها، بل هي إذا كانت غير معادية للشعب العراقي بالأساس أو بالأصل هي جاءت لقتل العراقيين، والدلالة على هذا هذه الدماء التي تنزف في كل مكان من الشمال لحد الآن لم يستطيعوا القضاء حتى على داعش. يا أخي العزيز، نحن نقول حقيقة الذي ينتظر شيء من هذه الأحزاب ومن هذه المنظومة السياسية الذي يتأمل خيرا، أعتقد بأن هذا إنسان واهم ولا يدرك الأمور جيدا، لكون هؤلاء يعني ليس من المعقول أن ننتظر من أشخاص، يعني نحن طيلة هذه 20 سنة هم أنفسهم الذين يدعون في العملية السياسية، لم تغير. الذي يتغير يأتي ابنه أو شقيقه أو أي إنسان آخر من عائلته، لم يتغيروا هم أنفسهم، هذه إمكانياتهم وهذا هم الذي يريدوه. وإلا أنا أتساءل، ألا نعرف ولا أي مواطن بسيط ألا يعرف بأن الآن في الإمارات وفي تركيا وفي بعض دول الجوار وفي لبنان وعدد الدول، في حتى في بريطانيا حتى في لندن يمتلكون هذه القصور وهذه، وبالأمس كانوا يسجلون المعونات من قبل الدول التي كانوا لاجئين فيها. إذن يا أخي لا تسمح لي، نحن إذا تسمح لي دقيقة سريعا يعني لكن لو سمحت لي. نعم أنا أقول لك شيء، نحن قررنا وهذا قرار يعني اعتبره يعني سبق صحفي لقناتكم الكريم، ان اعلنا من يوم الاحد ان يكون هناك عصيان مدني في الناصريه، ويوم السبت يوم غد فتوجه رساله الى كل دوائر الدوله بعدم الالتزام بالدوام، لاننا اعلنا وحتى بعض الاخوه الان اعلنوا بانهم سيكونوا يوم الاحد الساعه، حتى حددنا الساعه التي ستتواجد فيها باقامه تامه ولا انسحاب لنا الا بالتغيير الشامل
والا الا بتحقيقات، لاننا وصلنا الى طريق مسدود ولم يعد لنا طريق الا الطريق الاخير الذي هو طريق العصيان المدني لحين اسقاط هذه المنظومه السياسيه. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الناصريه الناشط في التظاهرات الاستاذ محمد الخياط، كما اشكرك جزيل الشكر ضيفي من اسطنبول عبر سكايب الصحفي والباحث السياسي الاستاذ نوري حمدان. شكرا لكما ضيفي الكريمين.